أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، واقترح أن يتم ذلك بإجراء خطي أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره. وسارعت فرنسا إلى إبداء استعدادها للموافقة على تأجيل تقني مدته بضعة أيام يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، ولكنها ترفض أي تمديد يهدف إلى إعادة التفاوض على الاتفاق.